اهلا بكم في الاجنده تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الاسبوع الماضي مقطعا مصورا لمجموعه من الاساتذه في جامعه اب وهم يرددون القسم الطائفي القسم الامامي الذي يسمونه قسم الولايه رافعين ايديهم بالشاره النازيه المعروفه وقد اعتبر المقطع صادما لان وباء الفكر الامامي وصل الى حرم الجامعه بعد ان كان محصورا في شريحه الشواذ نفسيا وثقافيا واخلاقيا جاءت هذه الفعاليه بمناسبه ما يسمونه ما يسميه الاماميون بيوم الغدير اليوم الذي يزعمون فيه ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد اوصى بالولايه السياسيه وغيره لعلي بن ابي طالب من بعده ثم انتقلت هذه الولايه حسب زعمهم او الوصايه بالاصح انتقلت الى احفاده من كل جيل الى يوم القيامه يعني البشريه كلها صارت ميراث العيال فلانه ويقصدون بالولايه اعطاء الولاء السياسي طبعا والمحبه القلبيه لهذه السلاله كيف ما كان حالها هذا المقطع الذي سنشاهده بعد قليل اعطى انطباع لدى الكثير من الناس ان اليمن ذاهبه الى الجحيم على قدم وساق وان الجحيم نفسه مجرد اسم حركي للعهد العهد الذي تحكم فيه الإمامة عادة وربما يعني فقد البعض الأمل في عودة اليمن الجمهوري اليمن الجمهوري الحر بعد أن شاهد الوباء يشتاح مؤسسة بمستوى, بمستوى الجامعة والأساتذة الجامعيين يعني كان عنده شواذ ثقافيا وفكريا قلنا معلش لكن يوصل للجامعة الناس بدأوا يشعروا بفقدان الأمل في عودة اليمن الجمهوري ولعل هذا ما أراد الإماميون بالضبط أن يوصلوا إلى, إلى الناس رسالة بأنهم حاضرون وباكون وأنهم أصحاب الأمر الواقع كما قال تكرير الأمم المتحدة تكرير الأمم المتحدة الأخير والخطير لكن كيف استطاع فكر متخلف وبدائي كالفكر الإمامي أن يصل إلى شريحة الأساتذة والمثقفين. وما حكاية يوم الغدير هذه؟ وإلى أي مدى هي الرواية الصحيحة؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون موضوع حلقة هذا المساء فكونوا معنا. على غير العادة خلونا نبدأ في هذه الحلقة بمشاهدة المقطع الذي أشرنا إليه في المقدمة. مقطع فيديو لمجموعة من اساتذة الجامعة في اب وهم يؤدون القسم الطائفي مع اشارة النازية المعروفة اليد الممدودة الى الامام ثم نعود للتعليق على هذا الكارثة ونتولى رسولك ونتولى يا شماتة أبل فينا يا خسارة خمسين سنة جمهورية وأغاني وطنية وتحية العلم في المدرسة يا خسارة الفلوس اللي دفعتها خزينة الجمهورية في تعليمكم وإفادكم إلى الخارج لتحصيل الشهادات العليا أربعين سنة وهي طارش بيغني لكم في الولاء للجمهورية والوطن وخمسين سنة والبردوني بينور لكم الطريق لأنكم أنتم العميان مش هو بشعره وكتبه واخرتها قسم طائفي ذليل. الكلام طبعا مع الزنابيل لما عيال العتره المقدسه فلهم كلام اخر. اذا كان هناك ما يستحق النقاش في هذا المنظر البائس فهو فشل النظام العفاش السابق في خلق ولاء ووعي جمهوريين. النظام السابق الفاسد هو اكبر المسؤولين عن حاله الرده التي حدثت في المجتمع اليمني الرده الى الامامه التي نشاهدها في اوساط العوام وفي اوساط النخب. خمسه عقود جمهوريه منها اكثر من ثلاثه عقود كانت تحت سلطه علي عبد الله صالح. يعني معظم العهد الجمهوري حكم علي عبد الله صالح. وهكذا كانت النتيجه. هذه هي النتيجه. شريحه من الاساتذه الجامعيين يؤدون قسم الذل والعبوديه لشاب كهنوتي لا يعرف من عصره إلا شوية كتب صفراء ولا يوجد في هذه الدنيا سوى الحرب وترديد الهراء المذهبي أظن لا توجد جريمة في حق اليمنيين أكبر من هذه جريمة علي عبد الله صالح ونظام علي عبد الله صالح ولا يوجد معنى لخيانة الأمة وخيانة الأمانة أوضح من هذا ثلاثة وثلاثون سنة وعلي صالح يبني مشروعه ويبني مشروع حياله على حساب الجمهورية والوطن. ثلاثة وثلاثون سنة وهو يجمع حوله أو غاد المجتمع وأشباهه من الفاسدين لنهب خيرات البلد وتعطيل تنمية اليمن وتحطيم القيم الجمهورية وكانت النتيجة هكذا خروج أجيال تدين بالولاء إما لعلي صالح وأسرته وإما للإمامة وسلالتها. الجمهورية غابت الذي ما زال يعتقد ان علي عبد الله صالح احب اليمن او خدمها هو كائن غير طبيعي، كائن غير سوي فيه شيء مش طبيعي غير سوي بالمعنى النفسي وبالمعنى الاخلاقي لانه اللي اللي يتجاهل الحقائق الواضحه التي ذكرناها هو اما شخص مريض نفسيا او منحرف ضميريا علماء التاريخ علماء السياسه مجمعون على ان فترات الاضطراب السياسي والاجتماعي وفترات الخراب هي نتائج طبيعيه لفترات الحكم الفاسد، يعني اذا احنا اليوم في حاله اضطراب وفي حاله انحراف فهذا ما هو الا ثمره لفتره الحكم اللي سبقت. ما يجري من عام 2011 وحتى اليوم هو ثمره فساد فتره علي عبد الله صالح. لا يجادل في ذلك احد الا المرضى. والحمقى من لا يعرف يعني في أبجديات السياسة وهذا عادة بكل إما مختلف في, في, في فكرة السياسي أو في نظام التفكير عنده أو في ضميره هذه بدهيات أبجديات أما أنك تحمل الثورة والثوار مسؤوليات ما يجري الآن فهو مجرد هروب هروب سخيف من الاعتراف بالحقيقة أو مغادر الثورة نفسها ما كانت لتحدث لولا فساد النظام السابق والإمامة ما كانت لتعود لولا فساد النظام السابق وانهيار القيم الجمهورية ما كانت لتحدث لولا فساد النظام السابق كل ما يحدث الآن هو ثمرة فساد نظام علي عبد الله الصالح طوال 33 سنة لو كان عندنا نظام وكان عندنا جمهورية وكان عندنا دولة إنه بقيت لنا مؤسسات الدولة كما هي على الأقل بقيت مؤسسة الجيش تحمل البلد لكن لأنه ما كانش في دولة وما كانش في نظام جمهوري كان في نظام عائلي كل شيء راح وراء العائلة لماذا نقول هذا الكلام؟ إحنا بنقول هذا الكلام ليس ليس الآن إدانة علي عبد الله صالح وفترة علي عبد الله صالح هذا عمل التاريخ التاريخ هيشتغل براحته انما نقول هذا الكلام لاخذ الدرس والعبره ولفضح الادوار المشبوهه التي ما زالت تقو يعني تقوم الى اليوم، ما زال يقوم بها بقايا النظام السابق لليوم. هناك ادوار مشبوهه تقوم بها بقايا نظام علي صالح لليوم، تلك تلك البقايا التي فضلت الانحياز لمصالحها غير المشروعه على حساب الجمهوريه رافضه الاندماج في خط الشرعية والمشروع الوطني وتاركة فرجة واسعة يتسلل منها كل أعداء اليمن في الداخل والخارج مش راضين يصفوا يسووا صف جمهوري جمهوري واحد عدلهم شروط وتعلات وكله مجرد انحياز للمطامع والمصالح القديمة المعروفة حتى الآن يمارس بكايا نظام صالح دور معادي للجمهورية وطبعا تحت شعارات وطنية كالعادة لازم هم عاده الخونه لازم يمارسوا خيانتهم تحت شعارات وطنيه، ما يقدروش يكونوا يعني ما ينكشفوا على حقيقتهم امام الناس. ما زالوا يفتتون الصف الوطني حتى بعد ان طردتهم الامامه خارج كل خارج كل شيء، خارج البلد وخارج الحكومه وخارج الحياه السياسيه. هذه الشريحه من بقايا نظام صالح وعشاق عهده البائس هذه البقية ما زالت تمارس خيانتها في حق الجمهورية بمختلف الطرق لليوم ولو كان فيهم عرق جمهوري ينبض لتنازلوا عن خصوصياتهم وكونوا صف جمهوري واحد يجمع اليمنيين في مواجهة الإمامة مهما كانت التضحيات والنتائج هذا وقت التنازلات لو كانوا جادين لكن كيف ننتظر التضحية من الناس هم اللي ضحوا باليمن في الأمس المقطع المؤسف الذي شفناه في جامعة إب جاء بمناسبة يسميها الإماميون ذكرى يوم الغدير ما هو هذا يوم الغدير يا ترى؟ وإلى أي مدى القصة هذه صحيحة؟ من اللي وضعها؟ ما هو الغرض السياسي منها؟ هذه أسئلة لابد من ناقشها لنقدم للمشاهد عينة من أكاذيب الخطاب الديني التعبئة السياسية المضللة للخطاب الديني عينة للخطاب المضلل باسم الدين علشان المشاهد يعرف سبب حذرنا يعني تحذيرنا الدائم من استغلال الدين في في الخطاب السياسي نشتي نشوف ما هو هذا يوم الغدير اللي اللي له يوم الغدير هو اليوم الذي توقف فيه النبي كما يقولون طبعا بزعمهم توقف فيه النبي بمنطقه غدير خم جنوب المدينه المنوره بعد عوده من حجه الوداع هو ومن معه من مهاجرين وانصار كانوا برفقته حسب ما تقول الروايه التاريخيه لكن لماذا توقف النبي في هذا المكان بالذات يعني ولماذا امر بجمع حجاج المدينه المنوره في هذا المكان قالت الروايات المذهبيه إن النبي توقف هنا ليخبر المهاجرين والأنصار بأمر مهم قبل أن يموت. ما هو هذا الأمر المهم؟ قالوا هو أمر الولاية لعلي بن أبي طالب من بعده. وقالوا أن الولاية هنا لا تعني المحبة فقط بل المحبة والطاعة السياسية أيضا وهذا هو الأهم. قبل أن نحاكم هذه الرواية أمام محكمة التاريخ محكمة العقل القصدي والمنطق دعونا نحاكمها سريعا أمام محكمة التاريخ نفسه أول ملاحظة عجيبة على هذه الرواية هي أن هذه القصة لم ترد على لسان علي بن أبي طالب نفسه لم يستشهد بها على استحقاقه للولاية أبدا في كل تاريخه اللي يروح يدرس تاريخ علي بن ابي طالب في نهج البلاغه ولا في غيره من الكتب لن يجد هذه الروايه على لسانه يستشهد بها لولايته. يعني لا يوجد كتاب شيعي واحد يقول ان علي بن ابي طالب احتج بهذه القصه على احقيته بالولايه السياسيه طوال تاريخ الصراع بينه وبين خصومه. في كيف جاءوا يستشهدوا بها اليوم؟ هذا كتاب نهج البلاغه اللي يشتي يفتش فيه يفتش. موجود قلبوه وتأكدوا هذه أول ملاحظة ملاحظة دالة على أن القصة مخترعة ملفقة الملاحظة التاريخية الثانية هي أن الشيعة لم يعرفوا الاحتفال بيوم الغدير طوال قرون ثلاثة القرون الثلاثة الأولى ما احتفلوا به الاحتفال هذا جاء بعد القرن الثالث هذه البدعة ما عرفت إلا في القرن الرابع في عهد الفاطميين اللي كانوا في مصر والبويهيين اللي كانوا في العراق وكان الهدف من هذا إبراز مستند شرعي لسلطتهم السياسية في مواجهة العباسيين الذين كانوا يرفعون شعار كانوا يقولون نحن عترة النبي ومن ثم نحن أحق بالولاية عترتي يعني عشيرته يعني فالبويهيين في مقابلهم جاءوا والفاطميين آه قالوا ما دام انتم العتره احنا معانا لكم خبر ثاني الامامه ليست في العتره كلها وانما في سلاله فاطمه وحدها وجابوا هذا الحديث الملاحظه التاريخيه الثالثه هي ان دعوه يعني هم عندهم دعوه تواتر قالوا ان هذا الخبر او هذا الحديث متواتر هذه دعوة. هناك ما يشبه الاتفاق على ان خبر الغدير هذا متواتر عند السنة والشيعة هكذا بيروجوا. التواتر يعني الخبر منقول بطريقة لا يمكن الشك فيها، بطريقة مضمونة، نقل جيل عن جيل. لأن عدد رواته كما يقولون كثير، لا يمكن أن يتفقوا على الكذب. والحقيقة أننا هنا أمام خدعة. خدعة كبيرة يقع فيها عموم المذهبيين يعني من سنة وشيعة. وهذه الخدعه تحتاج الى تفكيك ووقفه. حكايه التواتر هذه لانه دائما يزعموه الطرفين يزعموا انه في تواتر في هذا الحديث وفي هذا. التواتر الذي يزعمونه عباره عن شكل وهمي يشبه الحمل الكاذب عند النساء. هناك اعراض للحمل لكن ما فيش حمل. نفس الحاله التواتر الذي بيقصدوه هنا هو عباره عن يعني حمل كاذب او تواتر كاذب زائف. لماذا؟ لأنه مفهوم التواتر هذا له معنيان المعنى الأول صحيح والمعنى الثاني زائف المعنى الأول للتواتر هو أن ينقل الخبر من مصدره يعني جماعة كبيرة من الناس كان يسميها الشافعي الكافة كافة الناس أو الناس كافة ينقلوه عبر الأجيال الشافعي نفسه يعرف التواتر بأنه يقول نقل الكافة عن الكافة يعني نقل نقل الجيل عن جيل كل جيل ينقل هذا الخبر إلى الجيل الذي يليه نقل الكافة عن الكافة يعني خذوا هذا المثل احتل العثمانيون اليمن في القرن التاسع عشر هذا خبر وخبر متواتر لأن الناس في اليمن كافة رووا هذا الخبر ونقلوه من جيل إلى جيل اليمنيين عموم اليمنيين ينقلون هذا الخبر ويقولون أن العثمانيين كانوا موجودين في اليمن في القرن التاسع عشر أو في يوم ما هذا خبر متواتر هذا الخبر لا يحتاج إلى إسناد ما يحتاج تقول رواه فلان عن فلان عن فلان مثل روايات التاريخ الإسلامي القديم لماذا؟ لأن الناس كافة اليمنيين كافة تناقلوا فيما بينهم بلا إسناد مثل ما نقل القرآن تماما القرآن نقل بهذه الطريقة ما فيش إسناد ما فيش القرآن لم يروع عن فلان عن فلان عن فلان لا أنا ولا أنت عزيزي المشاهد شفنا العثمانيين ما أحد مننا شاف العثمانيين في اليمن لكن لا أنا ولا أنت نستطيع إنكار أنهم كانوا موجودين لأن الخبر متواتر هذا هو التواتر الحقيقي اما التواتر الزائف فهو ذلك الذي يدعيه المحدثون لبعض اخبارهم التاريخيه يقولون هذا حديث متواتر لا يمكن انكاره وانت تظن او تعتقد انه متواتر مثل القران يعني نقل الكافه عن الكافه لكن بعدين تكتشف انه الحقيقه غير ذلك التواتر الذي يقصدونه هو عباره عن تكثير عدد طرق الروايات التي تروي الحديث الواحد يعني في حديث ولو طريق روي منه يكثروا عدد الطرق هذه يخلوها أكثر من مئة شخص مثلا في الطبقة الواحدة من الرواة يكون مثلا روي في الطبقة الأولى من خمسة أو عشرة وبعدين اشتهر في الطبقة الثانية ويسموه متواتر هذه مجرد خدعة لماذا؟ لأنه تكثير عدد الروايات أو تكثير عدد طرق الرواية الواحدة بعد موتهم بزمان طريقة غير مضمونة لحصول اليقين لأن بعض الوضاعين الكذابين اللي كانوا يكذبوا ويلفقوا الأحاديث كانوا يضعون الأسانيد أيضا بجوار الروايات يعني ما كانش يكذبوا فقط في الرواية في الحديث نفسه كانوا يكذبوا أيضا في الأسانيد كانوا يلفقوا أسانيد رواه فلان عن فلان عن فلان عن فلان ويضعوا سند يكذبون على الرسول بهذه الطريقة المحدثون يعترفون أن الوضع في الحديث الوضع يعني الكذب على الرسول يعترفون أن الوضع في الحديث لم يقتصر على متن الحديث بل شمل أسماء الرواه أيضا هذا أمر معترف به عند المحدثين كما أن ما يسمى بالأحاديث المتواترة ليست متواترة بنفس اللفظ عندهم هم يعترفون أيضا المحدثون يعترفون أنه لا يوجد أحاديث متواترة مختلفين على واحد هو متواتر ولا لا وفي الحقيقة هو غير متواتر يعني له روايات مختلفة هم يقولون هناك روايات متواترة بالمعنى لكن هذا التواتر بالمعنى تكتشف أنه غير متواتر لأنه كل معنى مختلف عن الآخر ولهذا قال كبار المحققين في الحديث كبار المحققين من المحدثين إنه لا يكاد يوجد حديث متواتر مروي عن النبي قالوا هكذا لا يكاد بعضهم لا يكاد يوجد حديث متواتر وبعدين اختلفوا كم عدد هذه الروايات المتواترة عن النبي كم, أحد كم عدد الأحاديث المتواترة عن النبي بعضهم قال طبعا المكسرين منهم قالوا ثلاثمائة وبعضهم قال لا كثير هذا المتواتر فقط 15 حديث والمقلون قالوا لا يتجاوز عددها ثلاثة أحاديث عموما المهم أن التواتر الذي يزعمونه لحديث الغدير هذا هو مجرد وهم كبير والمعيار العلمي الذي نحكم به على الخبر إذا كان متواتر ولا مش متواتر هو وجود الإسناد إذا وجدت إذا وجدت في الخبر عبارة حدثنا فلان عن فلان فاعلم أنه غير متواتر لأن التواتر خبر ينقله الكافة عن الكافة بدون حدثنا بدون إسناد وإلا سنتهم القرآن بأنه غير متواتر ما دام ما فيش حدثنا هذا بالنسبة للمحاكمة التاريخية يقول واضع رواية الغدير إن النبي محمد بعد أن انتهى من الحج وبعد أن رجع الحجاج إلى بلادهم أنه تذكر أمرا ما أمر مهم فأوقف الحجاج حجاج المدينة المنورة في منطقة تسمى غدير خم ليعلن عليهم هذا الأمر المهم قبل وفاته هكذا يقولون هذا الامر المهم هو الولاء لعلي بن ابي طالب كما قلنا ولان حبل الكذب قصير كما يقول المثل لا يمكن ان يحمل اسئله المنطق كلها واول سؤال على هذه الروايه هو لماذا لم يعلن النبي هذا الخبر في حجه الوداع عاد كان موجود في حجه الوداع ليش ما اعلنوا على الناس كلهم؟ على اسماع الحجاج جميعا لماذا ادخر هذا الخبر لسكان المدينه والمهاجرين الانصار والمهاجرين في المدينه وحدهم اذا كان هذا الامر مهم ومن الدين فلماذا لم يخبر به الناس كافه في حجه الوداع؟ علشان يكون حجه على المسلمين كلهم واذا لم يكن هذا الخبر من الدين اذا ما لهش علاقه بالدين فلماذا يستعيده السلاليون اليوم وعبيد السلاليين طبعا السلاليون المعاصرون أدركوا الورطة وانتبهوا لهذا السؤال هذا سؤال محرج فحاولوا يقدموا إجابة أنا فتشت عن إجابة ذكية للسلاليين على هذا السؤال فوجدتها في عند واحد منهم يدعى حسن بن فرحان المالكي مثقف سعودي سلالي طرح عليه هذا السؤال في برنامج فأجاب بجواب حنشوفه جواب مشوش مقطع لكن وردت فيه عبارة هي الجواب تعالوا نستمع إليه ثم نعود للتعقيد مجرد أن يوقف الناس وأن يأمر السابقين أن يعودوا م. وأن يأمر من المتأخرين ين أن ينتظر نعم. حتى يجتمع الناس وهم خلاصة المهاجرين والأنصار الذين فيهم الحكم والشورى العدد وال... ال... 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 لا ليس مئة ألف كما يقال آ... كما يقول الشيعة حجاج اليمن رجعوا حجاج مم. النجد رجعوا حجاج ناحيه الاواسط نجد رجعوا إلا هذا يعني العدد في قد لا يتجاوز من 15 الى 20 الف لا يقولون اقل تقدير 70 الف اقل تقدير لا لا هذا هذا تصحيحي انا لا. لا لان هذا خاص بالمهاجرين والانصار اللي هم عندهم نعم. عندهم الامر والنهي اليس هو مفترق طرق طبعا. لا هو في مفترق لكن ال ال اليمن يعني اسلموا على يد عليك نعم. رجعوا كثيرا نعم. وخزاعه اكثر خزاعه قبل الغدير فقد نعم توقفت في ديارها نعم لانها ليست صاحبه قرار واليمن ليس يعني شوف الحكمه في في خلوص هؤلاء حتى يسمع يس يسمع الخطاب و نعم ويفهم سمعتم الجواب قال ان النبي لم يعلن خبر الولايه على المسلمين كافه في حجه الوداع وانما اكتفى باعلانها على المهاجرين والانصار من سكان المدينه لماذا لان المهاجرين والانصار هم أهل الحل والعقد أما اليمنيون وبقية المسلمين فليسوا أهل حل وعقد هذا مجرد ميراث ميراث يورثهم تورثهم السلالة المباركة هل هذا جواب؟ واضح أنها إجابة تلفيقية هشة ممكن تسقط أمام سؤال واحد ممكن نسأل إذا كان خبر الولاية من الدين فكان المفروض أن يبلغها النبي بلاغ مبين لعموم المسلمين في حجة الوداع أو يبلغه طوال فترة نزول الوحي إحنا عندنا 23 سنة نزول وحي لآخر دقيقة يخلي الخبر هذا يتكلم فيه 23 سنة من غير ما يتكلم في ولاية علي وفي غدير خم مش هذا دين هذا وحي كان المفروض ينبي الناس كلهم موش ينبي 10000 ألف نفر بعد ما كان أمام مئة ألف إذا كان دين المفروض يعلن للناس كافة وإذا كان سياسة خاصة بالمهاجرين والأنصار في زمانهم ما علاقة نحن بهذه الأمور طبعا هذا سؤال ما عندهم جواب له لا جواب له لهذا السؤال عندهم حيتمحلوا ويلفقوا كما هو عادة هذا النوع من التلفيق اللي نعرفه في تاريخ الملل والنحل أنت لو تقول للمسيحي كيف تقول إن المسيح هو الله وهو ابن الله في نفس الوقت كيف يكون أب وابن في نفس الوقت هيقول لك الله قادر مش شغلك الله قادر ولا مش قادر قادر طبعا تقول طيب كيف يسمح الله بقتل ابنه الوحيد على الصليب أو بالأصح كيف يسمح بقتل نفسه على الصليب يجاوبك الله قادر طيب هل هذا جواب؟ مثل هذه الإجابات تكون إجابات الملل والنحل كلها يلفق لك أي تلفيقه ويدي لك أي أي منطق هش هذا هذه أسئله حرجه تطرح على يعني خبر الغدير خم والولايه لكن الضربه القاضيه على أكذوبه غدير خم وخرافه الولايه والاصطفاء الضربه القاضيه هنا موجوده في الايه القرانيه الاتيه. قال تعالى من سوره التوبه: وممن حولكم من الاعراب منافقون، بخاطب اهل المدينه. وممن حولكم من الاعراب منافقون، ومن اهل المدينه مردوا على النفاق. لا تعلمهم، يعني بخاطب النبي. لا تعلمهم. نحن نعلمهم. سنعذبهم مرتين. هذه الايه هي طبعا من اواخر ما نزل من القران تفضح اكذوبه الغدير وكل الاكاذيب السلاليه كيف السلاليون والمتشيعون لهم يقولون ان النبي بلغ المهاجرين والانصار بان الولايه من بعده لعلي بن ابي طالب يقصدون الولايه السياسيه لكن الصحابه كما هو واضح خانوا الامانه وخالفوا هذا الامر بعد وفاه النبي واعطوها لغيره. وطبيعي انه يحملوا المسؤوليه اثنين من كبار الصحابه هما ابو بكر وعمر. وهذا الامر يشكك في ايمان المهاجرين جميعا لانهم خانوا النبي. اذا كان النبي قال هذا الكلام فالمفروض كانوا يلتزموا بهذا الكلام. لكن لانهم ما التزموش إذن من الواضح انهم خانوا النبي بعد وفاته وخالفوا توجيهات الوحي. هذا امر ما فيش فيه شك. لكن الآية هذه وهي من اخر ما نزل كما قلت من القرآن، هذه الآية تقول إن المهاجرين جميعاً بلا استثناء كانوا مؤمنين. لا شك في إيمانهم، وليس فيهم منافق واحد. لأن الآية حصرت النفاق في أهل المدينة وما حول المدينة من الأعراب. وأهل المدينة هم سكانها الأصليين من الأوس والخزرج فقط. ومعهم طبعاً يهود المدينة. وفي سورة الأحزاب وردت آية شبيهة اتفق المفسرون على انها في سكان المدينة الأصليين تقول: وإذ قالت طائفة منهم يعني من المنافقين يا أهل يثرب لا لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. هذه الآية في أهل المدينة باتفاق المفسرين وليس في القرآن آية واحدة تشكك في إيمان المهاجرين اللي هم يعني مهاجرين من قريش ومن ثم لا مجال أبداً للقول أن الصحابة خالفوا توجيهات النبي في حق علي لا مجال وهذا دليل واضح على أن القضية برمتها مجرد فيلم بلغة القاضي العرشي كما روى الدكتور ياسين سعد نعمان قبل أيام فيلم ألفه كتاب السينما في قرون الروايه والتدوين. وكتاب السينما في تاريخنا القديم يعني كثيرون وشغلهم ما زال يحكمنا لليوم. نحن هنا لا نتعامل مع القرآن باعتباره كتاب دين، نحن هنا بنتعامل معه باعتباره كتاب تاريخ، سجل تاريخي لا يتطرق اليه الشك. وهو من هذه الناحيه مرجع معترف به من قبل المؤمنين وغير المؤمنين به. القرآن يفضح كل الروايات التاريخية التي على شاكلة غدير خم هذه الروايات التي أفسدت الإسلام وأفسدت حياتنا من ثم أصبح الناس يشتقون عقيدتهم من روايات التاريخ تخيل يعني أنه الذي شكل عقيدتك الدينية مجموعة من الرواه الكذابين اللي ما تعرفهمش والمؤسسة الدينية مصممه ان هذه الروايات وحي من الدرجه الثانيه وكان الله يتكلم مع عباده بمستويين مستوى مضمون صريح قطعي كما هو حال القران ومستوى اقل مستوى اقل في الموثوقيه ممكن يدخل يدخله, يدخله الظن والريب وانت مطالب بتصديق الوحيين يعني مع بعض الوحي الذي لا ريب فيه والوحي الذي فيه ريب وظن ويحتاج الى سلسله رواه وعلم رجال بمنطق العقل ايضا والعقل قاضي على الدين نفسه القرآن يقول افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا القرآن في هذه الآية يقول لك اعرضني على عقلك وشوف هل فيني تناقض او اختلاف؟ اذا وجدت اختلاف وتناقض فاحكم باني من عند غير الله. يعني انا اتحدث مع الذين ابتلاهم الله بتصديق هذا الهراء العنصري على افتراض انهم يشاهدون هذه الحلقه. اقول لهم اسالوا انفسكم لماذا لا يذكر القران هذه العقائد المذهبيه في يعني في متن القران بصوره صريحه واضحه لا تحتمل الشك لماذا لماذا لا يعلن الرسول خبر الرواء الولايه على الناس كافه في حجه الوداع ما هو الفرق بينكم وبين النصارى الذين امنوا بصلب المسيح بدعوى ان حديث الصلب متواتر يعني حديث الصلب المسيح عند المسيحيين متواتر يزعم المسيحيون مثل ما يزعم البعض عندنا بأنه متواتر مثل حديث الغدير يقولون المسيحيون يقولون لنا لماذا تنكرون يا مسلمين خبر صلب المسيح مع أنه متواتر عندنا الأجيال المسيحية كلها روته جيلا عن جيل فكيف نكذب هذه الأجيال إذا كذبنا الأجيال لن يبقى لنا ولا لكم أي طريقة لاثبات صحه الخبر اي خبر واحنا طبعا بنرد عليهم ونقول لهم ربما اشتهرت روايه الصليب عندكم من الجيل الثاني وما فوق الجيل الثاني اما الجيل الاول اللي شاف اللي كان حاضر اللي عاصر الحادثه فلم تتوافر فيه الروايه مطلقا هذا احنا شيء متاكدين منه الاناجيل نفسها التي تؤمنون بها تقول ان الذين شاهدوا عمليه الصلب من قريب كانوا اربع نساء فقط ومعظم بني اسرائيل كانوا على مبعدا من الصلب واتوقع ان يردوا علينا هذا الكلام ويقولوا طيب ما عندكم احاديث كلها بهذا الشكل وهذا كلام صحيح كل ما عندنا من روايات هي خارج القران يعني هي في احسن حالاتها مثل روايه صلب المسيح يعني هي مشترك مشكله مشتركه اردت بهذا الكلام ان اقول إن التاريخ مجرد تاريخ ومن الخطأ الجسيم أن يصبح التاريخ مصدر للعقيدة والإيمان التاريخ مدونة أدبيا نستفيد منها الحكمة والعظة والعبرة لكن ما نأخذ منها الدين الدين يؤخذ من البلاغ المبين وإحنا ما عندناش بلاغ مبين غير القرآن الكريم بلاغ يعني إعلان يصل الى كافه الناس وليس مجرد خبر رواه فلان عن فلان او شويه فلانات عن فلانات بلاغ كلمه من بلغ يعني وصل ومبين يعني واضح لا لبس فيه ما فيش حول الشك والرسول اي رسول هو مكلف فقط بالبلاغ المبين الرسول ما كان عندهم مهمه غير هذه مهمه البلاغ المبين وما على الرسول الا البلاغ المبين ان على الرسل الا البلاغ المبين الرسول ما جاء لايقاع الناس في الحيره والشك باخبار خاصه يخبر بها فلان ولا فلان ولا يخبر بها كم نفر بجانبه الرسول في الدين عليه البلاغ المبين كما قلنا ولذلك لا يستطيع المذهبيون الاكتفاء بالقرآن وحده لأنه لا يحقق لهم اغراضهم الخاصه يعني لا نستطيع ان نفصل مشاكلنا السياسيه عن مشاكلنا الفكريه لانه مشكلتنا الفكريه خلقت مشاكل سياسيه وهذه المشاكل الفكرية نفسها خلقت في ظروف سياسية مشابهة لما نمر به اليوم. هذه الروايات خلقت في ظل الصراع السياسي بين الأمويين والعلويين، بين الأمويين والعباسيين، بين العباسيين والعلويين، كان في صراع. ظهرت روايات ونصوص منصوبة إلى النبي منسوبة إلى النبي تخدم أطراف هذا الصراع. ثم تحولت هذه النصوص إلى وقود للجنود في الصراع السياسي. الخلاف ليس مذهبيا الخلاف ما هوش مذهبي ولا ديني الصراع السياسي الآن صراع سياسي من الدرجة الأولى لكنه يوظف الفكر الديني كذريعة ووقود للصراع ويبلغ بهم الدجل والتزوير إلى حد إيهام الناس بأن تخلف المسلمين ووجود المشاكل السياسية هما ثمرة عدم تولي المسلمين آل البيت فلو أننا تولينا آل البيت ما وصلنا إلى هذا الوضع يمكن كان وضعنا مثل سويسرا واليابان هكذا يقولون يعني إلى هذا الحد يبلغ الدجل والتزييف هذا ما قاله حسين الحوثي من قبل وهذا ما يردده الآن باحثون من أمثال حسن فرحان المالكي تعالوا نستمع إليه فالخلاصة هنا ان انحراف الامه عن هذه الوصيه كان الله عز وجل يقول جربوا جربوا ان تصلوا لم نصل لا سياسيا ولا علميا ولا معرفيا ولا تكنولوجيا ولا آه يعني يعني تخلف لا انتصرنا انتصار عسكري والانتصار العسكري ليس دليلا عندما وصلنا الى الصين والاندلس ليس دليلا على 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 على, على, على الحياه بدلالة أن المغول انتصروا عسكريا وذهبوا نحن انتصرنا وذهبنا بريطانيا انتصرت عسكريا وذهبت ما الذي يبقى؟ هي مسألة المعرفة بفروعها المعرفة الإنسانية لم نشكل معرفة لا يعني حتى المعرفة الموجودة يعني طبعا ما أريد أن أذكر نتائج انحرافنا عن هذه الوصية هذا الباحث السلالي يتجاهل أن أسوأ فترات في تاريخ اليمن هي الفترات التي حكمت فيها السلاله العنصريه ويتجاهل ان حكام سلاله في الجزيره العربيه هم الذين ساعدوا بريطانيا على تقويض الدوله العثمانيه ومن ثم تسببوا في انهيار المنطقه وتقسيمها في سايكس بيكو هذا السلالي يتجاهل ان دوله العمائم السوداء في ايران هي التي ساعدت امريكا على دخول العراق باعترافهم انفسهم على دخول العراق وباكستان وتقسيم العراق وتحطيمه وارجاعه الى القرون الوسطى العمائم السوداء العنصريه السلاليه وهي التي احرقت سوريا وجعلت منها اكبر ماساه في تاريخنا في تاريخ المنطقه عشرة مليون مهجر وملايين القتلى والمعتقلين والمساجين لكن هذا كله لا يجوز ان ينسينا حقيقه ادوار اخرى مثل دور المملكه السعوديه والامارات في نكبتنا اليمنيه وان الحوثي وعلي صالح كانا مجرد ادوات سعوديه اماراتيه لتحطيم اليمن لا ننسى هذا ايضا اليوم اصبح الحوثي حبل مشنقه حول رقبه اليمن وضعته القوى الاقليميه والدوليه لا ننسى ذلك كما لا يجوز ان ننسى مسؤول يعني مسؤوليتنا نحن اليمنيين مسؤوليتنا نحن كشعوب كأفراد عن ما وصلنا اليه فلولا انقسامنا على الحق ما تكالبت علينا الكلاب قل هو من عند انفسكم وما كان ربك بظلام للعبيد الى هنا تنتهي حلقه اليوم نلقاكم في الاسبوع القادم في امان الله